السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد. خلال حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أداة الراديو باتن. هذه الأداة التي تمكننا من اختيار عنصر من بين مجموعة عناصر، تقريبا دورها مثل دور تشيك بوكس. الفرق كما ذكرنا في إحدى الحصص الماضية هو أن أداة تشيك بوكس تسمح بالاختيار المتعدد، بمعنى لو عندي مجموعة من التشيك بوكسات فيمكنني تحديد عنصر أو أكثر، بينما أداة الراديو باتن فهي تسمح بالاختيار الوحيد. عندي مثلا مجموعة من الراديو باتنز فلا يمكنني تحديدها كلها أو تحديد بعضها، يسمح لي فقط بتحديد عنصر من بين كل هذه العناصر. على فرض أن عندي 3 راديو باتنز، تعالوا بنا نشاهد ما الذي سيحصل. لا يسمح لي بتحديد هذه الأزرار بثلاثتها، لاحظوا. فلو أردت اختيار الراديو باتنز سيتم إلغاء الاختيار، يعني الاختيار الأول، اخترت الثالث سيتم إلغاء، يعني يسمح لي فقط باختيار عنصر من بين كافة العناصر، لا يسمح لي بتحديد الخيارات كاملة، على خلاف أداة تشيك بوكس التي رأيناها في الحصة الماضية والتي تسمح بالاختيار المتعدد، تحديد عنصر أو أكثر. أداة الراديو باتن أحبتي في الله لديها بعض الخصائص مثلها مثل تشيك بوكس، وتحديدا الخاصية تشيكد. هذه الخاصية تشيكد التي تأخذ قيمتين ترو وفولس، يعني هنا محدد قيمتها ترو، فولس غير محدد. سنقوم الآن بحول الله بإجراء مثال بسيط يقوم بتغيير لون خلفية الفورم بناء على اللون المحدد. يعني مثلا عندي 3 ألوان أو 4، وسنقوم بتغيير لون خلفية الفورم بناء على الراديو باتن المحدد. سنثبت علبة الخصائص أو شاشة الخصائص، مثلا نضيف ليبل هنا يكون النص الظاهر عليها مثلا please choose back color أو background color. عندي مثلا هنا اللون الأزرق، هنا مثلا اللون الأخضر، هنا اللون الأصفر. أضيف بعض الألوان الأخرى، كنترول سي كنترول في، هنا مثلا اللون البنفسجي بيربل. أضيف بعض الألوان، مثلا أضيف لونين آخرين، كنترول سي كنترول في. أورانج، وهنا مثلا لون آخر يكون براون البني. أضفنا هذه الألوان، نعمل سيف. بناء على اللون المحدد سيتم تغيير الخلفية الخاصة بالفورم. يمكننا إضافة زر هنا، عند الضغط على هذا الزر نتعرف على الراديو باتن المحدد من خلال الخاصية تشيكد. مثلا if راديو باتن 1 دوت تشيكد يساوي ترو، مي دوت باك كولر يساوي كولر دوت بلو. إذا كان هذا الراديو باتن محددا فقم بتغيير لون خلفية الفورم إلى الأزرق. كما يمكننا ذلك استغلال الحدث الذي يعني يتم تنفيذه عند الاختيار. هذا الحدث موجود هنا افتراضيا وهو تشيكد تشينجد. تشيكد تشينجد يتم يعني إصداره عند تغيير القيمة الخاصة بالراديو باتن، حينما يكون تشيكد أو أن تشيكد. حينما نقوم بالتحديد يتم تنفيذ هذا الحدث، حينما نقوم بإلغاء التحديد يعني اختيار عنصر آخر سيتم إطلاق هذا الحدث مجددا. نأتي الآن ونغير أسماء هذه الأزرار لكي يكون الكود واضحا. هذا الراديو باتن الأول سأسميه RB Blue، الأخضر سأسميه RB Green، RB Yellow، RB Purple، RB Orange، ثم RB Brown. وآتي وأعمل دبل كليك على الراديو باتن من أجل الانتقال إلى الحدث Checked Changed. أعمل عليه دبل كليك، لاحظوا تم نقلي إلى الحدث Checked Changed. ألغي شاشة الخصائص. عند عمل تشيك لهذا الراديو باتن سأكتب مي، يعني الفورم الحالي، دوت باك كولور يساوي كولور دوت بلو، نفس الكلام أطبقه على باقي الأزرار. هذا الزر
زر الاختيار الأخضر me dot back color يساوي green. الأصفر me dot back color يساوي اللون الأصفر. اللون البنفسجي me dot back color يساوي purple. اللون البرتقالي مي دوت باك كولور يساوي أورانج. اللون البني مي دوت باك كولور يساوي براون. وإذا أردنا تحديد عنصر مثلا يكون محدد افتراضيا، مثلا اللون البنفسجي يكون هو لون الخلفية الافتراضي، نحدد الراديو باتن ونأتي إلى علبة الأدوات ونغير الخاصية checked إلى true. الآن سيتم يعني الاعتماد على لون الخلفية البنفسجي كاللون الافتراضي، لأن الراديو باتن purple هو المحدد افتراضيا. ننفذ على بركة الله ونشاهد. لاحظوا لون الخلفية بنفسجي لأن اللون البنفسجي هو المحدد افتراضيا. الأصفر تم تغيير لون الخلفية إلى الأصفر. green تم تغيير لون الخلفية إلى الأخضر. blue أزرق. brown بني. orange برتقالي. وهكذا دواليك. هكذا أحبتي في الله نكون قد تعرفنا على أداة الراديو باتن. لكن قبل أن ننهي هذا الدرس، يعني مثلا لو عندي مجموعة من المعلومات التي أحتاج إلى راديو باتنز بغرض إدخالها، وهذه المعلومات غير متعلقة ببعضها البعض. مثلا هنا اختيار اللون الخلفية، وهنا أريد أنسخ هذين الأمرين فقط، كنترول سي كنترول في. أريد مثلا أن أغير لون الخط. please choose بدل background سأكتب foreground، يعني لون الخط يكون أزرق، أو أكتب مثلا هنا لونين فقط white الأبيض والأسود black. أغير أسماء الأدوات إلى RB Black، وهنا RB White. الآن أحبتي في الله لا يمكنني تحديد عنصر من هنا وعنصر من هنا، لأن كل هذه الراديو باتنز موجودة على نفس الرقعة، موجودة على نفس الفورم. لاحظوا معي مثلا أنا أريد أن يكون لون الخلفية أصفر ولون الخط أبيض، لا يمكن. لاحظوا حينما أحدد هنا يتم إلغاء التحديد من الأصفر، يعني يعتبر كل هذه الأزرار تنتمي إلى نفس الفورم. فما السبيل إلى ذلك؟ نريد مثلا أزرار لون الخلفية تتحكم في لون الخلفية، وأزرار لون الخط تتحكم في لون الخط، دون أن ينتقل التحديد إلى أداة ويتم إلغاء التحديد من أداة أخرى. السبيل إلى ذلك أحبتي في الله هو تجميع كل الأزرار التي نريد اعتمادها كمجموعة واحدة في أداة من أدوات التجميع، إما جروب بوكس أو بانل. لاحظوا معي لو أتينا الآن إلى الكونتينرز، هذا التبويب، ستجدون بعض الأدوات أبرزها جروب بوكس. الجروب بوكس وهي أداة التجميع. سأقوم بإعادة تصميم الفورم. أضع جروب بوكس هنا. الجروب بوكس بمعنى أن هذه الأدوات ستنتمي إلى رقعة جديدة، سأضع عليها هذه الأدوات. الآن يعني لون الخلفية صار ينتمي إلى جروب بوكس. يمكننا أيضا الاشتغال بالبانل. البانل أيضا تؤدي نفس الدور، لكن البانل لا تظهر. هنا أغير نص الجروب بوكس، بدل جروب بوكس 1 ستصبح مثلا باك جراوند كولرز، وآتي وأضيف جروب بوكس آخر من أجل لون الخط. أغير النص إلى ماذا؟ باك جراوند، أو عفوا فور جراوند colors، وأسحب عليه هذا الجزء من المعلومات. ثم أغير مقاس الفورم. الآن أحبتي في الله سيصبح بإمكاني تحديد عنصر من هنا وتحديد عنصر من هنا، لأن كل أزرار تنتمي إلى مجموعة معينة. سأحدد الأورنج من هنا وهنا. صار لاحظوا صار يحدد عنصرين، لأن
كل عنصر ينتمي إلى مجموعة معينة، وكما ذكرنا يمكنني استخدام أداة Group Box، كما يمكنني أيضا استخدام أداة Panel. أداة Panel أيضا دورها هو التجميع، وأداة Panel لا تظهر إلا إذا حددنا الخاصية Border Style كما سنرى في إحدى الدروس القادمة إن شاء الله أثناء مقارنة البانل بالجروب بوكس. قبل أن ننهي هذه الحصة سنأتي الآن إلى الوايت، نغير خلاص غيرنا اسمه RB White، عند الضغط عليه نريد أن نغير لون خط الأدوات الموضوعة على الفورم إلى اللون الأبيض. ندخل إليه، ننتقل إلى الحدث Checked Changed، ألغي هذا الجزء وأكتب me.forColor يساوي ماذا؟ يساوي اللون الأبيض، for color يعني لون الخط. نفس الكلام على البلاك، me.forColor يساوي بلاك، وآتي إلى هنا وأجعل البلاك هو الافتراضي، checked أعطيه true. هنا بدل foreground أكتب for color، أنا أخطأت. هنا أيضا for color، ننفذ على بركة الله ونشاهد. لاحظ هنا لون الخلفية بنفسجي، لون الخط أسود، أختار white، تم تغيير لون الخط إلى الأبيض. أختار لون الخط أسود، أسود مثلا هنا yellow، لون الخط أبيض أسود، وهكذا دواليك. صار بإمكاني التحكم في الراديو باتنز حسب المجموعة التي تنتمي إليها كل أزرار من أزرار الراديو باتنز. هكذا أحبتي في الله نكون قد تعرفنا على أداة الراديو باتنز وعلى أداة الجروب بوكس التي سنتعرف عليها بالتفصيل في وقت لاحق إن شاء الله أثناء مقارنتنا لها بأداة البانل. نكتفي بهذا القدر، وأدعو لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.